السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل من سمع هذا الأوديو الله يجازيكم بخير، حاولوا تنشروه، بغيناه يوصل للسلطات، لأن التحد ما في يديه ما يدير من غير المسؤولين. بغيناهم يتحركوا، راه باقي ما تحركوش، بغينا كل شيء يتعاون، اللي في يديه شي حاجة ما يدير يعتقوا الناس ديالنا واحد ورزازات. راه الثلج واحد العلو ما تيتصورش، ما مولفش تيطيح عندهم، ما عندهمش بناء بحال إفران، عندهم الديور عريانين، الثلج راه غطاهم، الثلج راه وصل ليطاج الأول وسد الشراجم ديالهم، والناس داخلين راه غادي يموتوا، الناس داخل ديورهم ما عندهمش الماكلة، ما مولفينش على الثلج كتير باش تيتقداو السلعة ديال الشهر مثلا، ما مولفينش، راه البوطات بداو تيساليو ليهم، العواد ما عندهمش الماكلة، بدات كاين اللي ما عندوش ما ياكل، كاين اللي ما عندوش اللي يحيد عليه الثلج. الناس دابا اللي صحاح راه تيطلعوا للسطوحه وتيحيدوا الثلج بالبالا، وما كاين اللي ما قدر، ما كاينش اللي يحيد لهم. الله يجازيكم بخير، راه ما تحركوش، راه هما تيقول لك راه ما محرك تحت، ما جات عندهم لا تراكس لا اللي يجيب لهم ماكله، لا تحت تحت النواحي ورزازات تيديلي تزكي تقادير، ديك النواحي كلها اقويم، ديك النواحي راهم واحد المنظر، ما الناس حتى الناس الضو مقطوع، ما كاينش حتى باش يصوروا لكم فيديوهات وتشوفوا، راه تليفونات ديشارجاو لهم، قليل اللي باقي عنده شي شويه باش يتواصل مع الناس. الله يحفظكم، هذا الاوديو بغيناه يوصل اكبر، واخا ما عندكش عائلتك تما، واخا ماشي بلادك تما، ساهم الله يجازيكم بخير، صيفطوا لجميع المجموعات، جميع الناس، الله يجازيكم بخير، واللي صيفطوا والمسؤولين تحركات راه عنده اجر ديال احياء ارواح، راه الا حيتي روح وحده الى نقدتيها راه عندك واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وانتم راه غادي تساعدوا في احياء واحد العدد ديال البشر والرزازات، راه النواحي ديالها راه هزه بزاف الناس. والله يجزاكم بخير، السلام عليكم.